علي، ثم المدة هذه برشا تحركات إقليمية ملاحظة، خاصة في خصوص الجالية الليبية التي تستعد لانتخابات 24 ديسمبر. اليوم ثم أخبار على تحركات في مصر لتحنون بن زايد بن نهيان، هذا المستشار الأمن القومي الإماراتي مع وفد أمني كبير. شهدنا أيضا تحرك لحفتر في مصر، تحاول لحفتر وعقيلة صالح إلى مصر، وأيضا السفير الأمريكي بليبيا ريتشارد رولاند. وتقريبا حسب التقارير الإعلامية الموجودة في مصر، كان الوضع الليبي والوضع التونسي على جدول الاهتمامات هذه التحركات. لنسأل هل ربما ثم تأثير لما حدث في تونس على مستقبل الأوضاع في ليبيا؟ احنا كنا قبل نحكيه على تأثير الوضع الليبي على الوضع التونسي. اليوم هل ما حدث يوم 25 سيكون له تبعات على الوضع الليبي وخاصة على المسار الانتخابي الليبي؟ هو يمكن البداية من الأخير، ما هو اللي حدث في تونس هو وليد ما يقع في الإقليم. أنا أعتقد أنه ذهاب ترامب ومجيء بايدن تحت لفتة أنه الملفين الإيراني والصيني هما ملفين يقظين، وأنه الملفين وأن بقية الملفات هي ملفات نائمة، بما يعني أن يقع إغلاقها. لكن الأحداث في غزة أربكت في مايو الماضي هذا المسار، وبالتالي رجعت قضية الشرق الأوسط إلى قضية فائقة ومتيقظة. بعد ذلك اللي حدث شنو هو خروج الأمريكيين من أفغانستان وتمركز القوات الأمريكية في الأردن، بما يعني اللي كانت في قاعدة العديد في قطر والقواعد في أفغانستان، هي معناها اللي غيرت المعادلة. بكري السيد نور الدين في السيارة قال ثم أمر غريب حدث، وهو شنو يعني أن حركة النهضة التي تقدم تنازلات من أجل البلاد وتقبل بالآخر السياسي ومعناها سامت حتى في هرسلت جسمها التنظيمي والحزبي، تجد نفسها اليوم في مربع الإقصاء وطالبان اللي ترفع السلاح، معناها وما تؤمنش بالآخر وكذا، تلقى روحها الآن تسيطر على 3-4 أفغانستان. هذه كارثة في العقول، معناها في العقل السياسي، بما يعني أنك أنت حزب سياسي إسلامي معناها قبل بالديمقراطية يجد نفسه محاصر، وهناك لافتات لإدخال بالتعسف منظف السجون وغيرها، بينما واحد آخر من بسلاح يتحاور معه في الدوحة وفي ملتقيات دولية وفي الأخير يمشي يسيطر على 3-4 أفغانستان. نرجع على كل حال، هو الثابت في الكلاسيكيات السياسية، الثابت أنه الرئيس الأمريكي ينتخب في نوفمبر يباشر في جانفي وينزل السياسة متاعه الخارجية في جوان ويوليو وأغسطس. السياسة الأمريكية الجديدة عندما أريد أنها معناها تتنزل، باش تتنزل بناء على أنه الأمريكيين يخرجوا من المنطقة ويتركوا وكلاء. صار صراع ما بين وجهتين نظر، بين رؤيتين. الرؤية الأولى تقول نعملوا حلف شيطاني تقود مصر من العراق حتى ليبيا بدعم إماراتي سخي، ورؤية ثانية تقول نعملوا ثلاث دول تتوازن في امتلاك مربع الشرق الأوسط حتى إلى غرب إفريقيا مرورا بشمال القارة السمراء، بما يعني أن الجزائر تكون عندها جملة من الملفات، مصر تكون عندها جملة من الملفات، وتركيا تكون عندها جملة من الملفات في إطار توازن ثلاثي. هناك من يريد أن يضرب الرؤية الثانية فسابق إلى جملة من التطورات في ليبيا وفي الجزائر وفي تونس. بالتالي الحدث التونسي وإن كان عنده قابلية داخلية للوصول له، فإنه كان صنيعة هذا الصراع. وأنا كتبته في مقالات معناها السياسات الدولية وتأثيرها في شمال إفريقيا، وثم أيضا سياسات معناها استجابة المربعات الإقليمية لتلك السياسات الدولية وتأثيراتها. ونهار 25 أنا كتبت هبطت الحلقة الأولى نهار 18، نهار 25 هبطت الحلقة الثانية، كي وقع بطلت خليت المقال عندي ما هبطتوش أصلا. يعني أنه الحدث الآن ماذا يراد؟ يراد أن يتحول هذا الحدث، واللي نخاف منها أنا هو أن الأطراف الإقليمية تستهدف الأراضي التونسية فتصنع أحداث إرهابية وأحداث احتراب داخلي، والشعب المسالم بقواه السياسية والمدنية ومنظماته معناها أرى الناس كل تحترم في وضع البلاد، اتحاد الشغل 8 أيام يستنى في الموعد باش يخوضوا باش يعمل معها هي إدارية أخرى، يستنى لأنه ما يحبش يعقد وضعية البلاد. والأحزاب السياسية النهضة مارست السلمية بتلك الطريقة، معناها حتى تترك للبلاد كيفاش تتنفس، كيفاش تذهب مرة أخرى لطاولة الحوار. نحن شعب محاور، احنا من عهد القرطاجيين نؤمن ولا بالحوار.
نعم. هي حتى الكهنة لم تحارب عند الفتح الإسلامي إلا عبر سياسات متاع رسائل ومحاورات وغيرها. وبالتالي أنا أعتقد أنه اللي يقع نحن ضحية إقليم، نحن ضحية سياسة مصرية تريد أن تؤد ثورة الربيع العربي. وأنا كتبت مقال في الصيف. والجزائر وين في هذا الكل؟ هاوجيك الجزائر هي الحل، هاوجيك. وأنا أعتقد أنه المصريين اللي يمشوا على سراب فكرة القضاء على الإخوان اللي هي الإخوان شنية الفكرة، الفكرة هذه مولودة من عام 28 مشى عبد الناصر والسادات ومبارك وبقوا الإخوان ومشى بورقيبة وبن علي والباجي وبقت النهضة. الفكرة لا يقضى عليه إلا بالفكرة. إذن هذا التجسد الإقليمي، ماذا تريد الإمارات؟ الإمارات تريد نظام رئاسي في تونس حتى تستوعب وبعدها كذا. هل قيس سعيد في الحقيقة؟ أنا قلت مرة لبعض القريبين من قيس سعيد أنه كل ما يقع في الأخير ستكون في الأخير الهدف هو قيس سعيد في حد ذاته. ليش؟ لأنه قيس سعيد ليس مجرد رئيس. قيس سعيد عندما انتخبه الناس لأنه نظيف صريح واضح. قيس سعيد هذا بين قوسين سرق من ناخبيه. الآن ثم بعض أطراف إقليمية وأطراف محلية والحمد لله بدوا ينجزوا من قارب الانقلاب، أرادوا من قيس سعيد أن يكون أداة لضرب خصومهم. الذين يقفون الآن ثلاثة أرباعهم يقفوا مع قيس سعيد خاصة من النخب هي أطراف تريد أن تستعمل قيس سعيد لضرب خصومها الإيديولوجيين. واضح. إنهم الجزائر في هذا الكل عليه ولا خصومها؟ الجزائر تريد أن توازن. أنا أعتقد أنه حوار رئيس تبون صنع بتلك الطريقة لتبليغ رسالتين. أولا الرسائل تسلمت ملف حل الملف التونسي، هذا ثابت من مكالمة وزير الخارجية. في نفس الوقت الجزائر لا تريد أن تضع قيس سعيد في مربع في زاوية معينة حتى يمكن التفاوض معه. وفي نفس الوقت تريد أن تعود بالمناهج الأطراف التونسية للحوار. وسبق في هذا البلاتون قلت مشكلتنا أن وصلنا رواحنا باش يجي طرف أطراف إقليمية ودولية وتقول لنا اتفضل سي بحري انت بايك هنا وانت بايك هنا وانت اجلس غادي وانت اجلس غادي. نعم. وهذه مشكلة اوقعنا انفسنا فيها. واضح. احزاب ومنظمات ورئاسة وبرلمان وحكومة.